أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، زيارة مني وعن والدي وعن والد والدي وعن جميع من قلدني الدعاء والزيارة، وعن صاحب العصر والزمان قربة وطاعة إلى الله تعالى. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها الفائق الرائق، السلام عليك أيها السلام العظام، السلام عليك أيها الصراط الأقوام، السلام عليك يا مصباح الظلمات، السلام عليك يا دافع المعضلات، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات الواضحات، السلام عليك يا صاحب البراهين الساطعات، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله، السلام عليك يا فاصل الخطابات، السلام عليك يا كاشف الكربات، السلام عليك يا عميد الصادقين، السلام عليك يا لسان الناطقين، السلام عليك يا خلف السابقين، السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين، السلام عليك يا سيد المسلمين، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا غادي المضلين، السلام عليك يا سكن الطائعين، أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى وشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، صلى الله على روحك وبدنك، والسلام عليك يا مولاي وعلى آبائك جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وصل يا رب على محمد
وآل الطيبين الطاهرين.